اليوم رح نفوت بسكشن 8.6 اللي هو some rationalizing substitution. rationalizing substitution انه نحن رح نستخدم، رح يكون عندي بدي اكامل اقترانات غير نسبية، فرح نستخدم لها فرض معين بحيث تحول من اقتران غير نسبي الى اقتران ايش ماله، الى اقتران نسبي. طيب، وبعد ما يصير طبعا اقتران نسبي راح نكمله بطريقة البارشل فراكشن ديكومبوزيشن. هلا أول فرض راح يمر معي اللي هي اليو تساوي الجذر رقم n ل f of x، ماشي. هلا مثلا نشوف أول مثال، مثلا دي اكس على 1 زائد جذر الاكس. طبعا كنا بنعرف انه هذا not rational، ليس نسبي. ليش؟ لأنه في عندي جذر الإكس، فمشان هيك رح نفرض جذر الإكس. بصير أفرض جذر الإكس، بصير أفرض 1 زائد جذر الإكس، أوكي؟ بس نحن يفضل نفرض مين؟ جذر الإكس. هلا بدي أفرض جذر الإكس، فرح تصير اليو تساوي جذر الإكس، ربع الطرفين يو تربيع تساوي الإكس، كم اشتق 2 يو دي يو تساوي دي إكس. هلا صارت عندي الدي اكس راح نستبدلها ب 2 يو دي يو، والواحد زائد جذر الاكس راح تصير واحد زائد اليو. هلا هون درجه البسط بتساوي درجه المقام، فاما نقسمها قسمه طويله، ناخذ 2 يو على اليو زائد واحد. ال 2 يو اليو لحتى تصير 2 يو بدها 2، 2 في 2 يو في يو راح تصير 2 يو، 2 في 1 2 نطرح، فراح تروح 2 يو مع 2 يو، راح يضل عندي ناقص 2، فاذا صفت 2 ناقص 2 على يو زائد 1. بنكملها تكامل عادي، وهيك كملناها رجعنا الاكس لاصلها. هلا هذا تكامل اخر، عندي دي اكس على جذر التكعيبي لاكس زائد جذر التربيعي لاكس. لاحظ عندي هون جذرين مختلفين، تكعيبي وتربيعي، فمشان هيك رحنا فرضنا الاكس بقيمه بحيث تكون مرفوع لقوه المضاعف المشترك الاصغر بين الثلاثه والاثنين. فمشان هيك فرضت الاكس هي عباره عن يو قوه 6، لانه السته هي المضاعف المشترك الاصغر بين الثلاثه والاثنين. مشان لما بحطها يو قوه 6 تحت الجذر التكعيبي راح تصير يو تربيع، ولما احط يو قوه 6 تحت الجذر التربيعي راح يصير يو تكعيب، اوكي؟ فمشان هيك فرضنا الاكس هي عباره عن يو قوه 6. اشتقينا 6 يو قوه 5 دي يو تساوي دي اكس. هلا استبدلنا الدي اكس ب 6 يو قوه 5 دي يو. هلا هاي اليو قوه اكس مكان اليو تكعيب راح تصير يو تربيع، يو قوه 6 جذر التكعيب اللي لها يو تربيع، يو قوه 6 الجذر التربيع اللي لها يو تكعيب. اخرجنا اليو تربيع عامل المشترك واختصرنا، صار عندي يو تكعيب على 1 زائد اليو، هذا امبروبر فبده قسمه طويله، هاي قسمناها. الناتج يو تربيع زائد يو ناقص 1 زائد 1 على 1 زائد يو، كملناهم عادي، تكاملهم بسيط، رجعنا اليو لاصلها. طبعا اليو هي عباره عن ايش اليو؟ اليو هي عباره، اليو من هون رح تطلع اليو هي عبارة عن مين؟ الجذر السادس لإيش؟ للإكس، أوكي؟ اليو هي الجذر السادس لإكس، فلهيك هاي عوضنا مكان اليو هي عبارة عن الجذر السادس للإكس، ماشي؟ نشوف التكامل اللي بعده. التكامل اللي بعده بحكي لي بده تكامل جذر الواحد ناقص اي قوى اكس، فانا اخذت الجذر كله وفرضناه هو يو. نفس الشيء ربعنا الطرفين، اشتقينا، منا نعوض، بدل الدي اكس هي 2 يو دي يو على يو تربيع ناقص 1، اذا هذا صار هو اليو. هلا الدي اكس استبدلناها ب 2 يو دي يو على يو تربيع ناقص 1، 2 طلعناها عن المشترك، صارت عندي يو تربيع على يو تربيع ناقص واحد. يا أما بنقسم قسمة طويلة أو أنا طرحت واحد وضفت واحد، وبصير أقسم القسمة الطويلة لأنه هذا يعتبر improper. درجة البسط تساوي درجة المقام يعتبر إيش؟ improper، ماشي. فقسم إما بتقسم قسمة طويلة أو مثل ما أنا عامل هون، طرحت واحد وضفت واحد، فلما طرحت واحد أخذت هذا المقدار مع اليو تربيع ناقص واحد زائد واحد على يو تربيع ناقص واحد. هاي واحد نكملها تكامل عادي، هاي بنعملها partial fraction decomposition، راح يطلع معي النص على يو ناقص واحد ناقص نص على يو زائد واحد. إذا هون عملنا partial fraction decomposition ومنكامل، وبالأخير عوضنا مكان اليو اللي هي جذر الواحد ناقص الإي قوى إكس.
هلا في عنا تكاملات اخرى، انه بكون في عندي تكاملات بتحوي ساين وكوساين، قد نتمكن من حلها عن طريق استخدام المتطابقات، لكن في بعض الأحيان المتطابقات ما بتفيدني، لهيك راح نستخدم فرض معين يحول لي التكاملات اللي بتحوي على ساين وكوساين يحولها ل راشونال فانكشنز. هلا شو الفرض اللي راح نستخدمه دائما؟ راح ناخذ اليو تساوي تان الاكس على 2، نشتق ديو تساوي سيكنت تربيع الاكس على 2 على 2 اللي هي مشتقة مداخل التان، فدي اكس. هلا الان بدنا نحول السيكنت بدلاله اليو. هلا لما بحكي لي يو تساوي تان الاكس على 2، معناه انا في عندي زاويه اسمها اللي هي اكس على 2 في مثلث قائم زاويه، المقابل على المقابل على المجاور يو على 1، فالوتر رح يكون جذر الواحد زائد اليو تربيع. هلا انا بدي السيكنت تربيع، السيكنت هي عباره عن ايش؟ وتر على مجاور، فاذا هي جذر الواحد زائد يو تربيع، تربيع رح يروح الجذر، فبتصير 1 زائد يو تربيع على 2. هلا الدي اكس رح تطلع معي 2 على 1 زائد يو تربيع دي يو تساوي دي اكس. هاي طلعت هي الدي اكس. اذا رح نفرض اليو تساوي تان الاكس على 2، فرح تطلع معي الدي اكس هي 2 على 1 زائد اليو تربيع دي يو. الان بدنا احنا اقتراناتي او التكامل بكون بيحوي ساين اكس وكوساين اكس، فشلون بدي ابدلهم؟ هلا ساين الاكس هي عباره عن 2 ساين الاكس على 2 كوساين الاكس على 2. ساين الاكس على 2 رح نستبدلها بايش؟ بيو على الوتر، يو على الجذر، 1 زائد يو تربيع. كوساين الاكس على 2 هي عبارة عن مجاور على الجذر، 1 على جذر الواحد زائد يو تربيع. 2 في يو صارت 2 يو، الجذر نفس الجذر مضروب في نفسه، فإذا 1 زائد اليو تربيع، معناته رح نعرف إنه ساين الاكس هي عبارة عن 2 يو على 1 زائد اليو تربيع. زي ما عملنا بالساين رح نعمل بالكوساين، إنه كتبنا كوساين الاكس هي عبارة عن كوساين تربيع الاكس على 2 ناقص ساين تربيع الاكس على 2. فلما جمعناهم طلعت معي كوساين الاكس هي 1 ناقص يو تربيع على 1 زائد اليو تربيع. اذا طلع عندي اقترانات بتحوي ساين وكوساين وبدي اعمل لها راشوناليزنج، بدي احولها لاقترانات نسبيه، شو بعمل؟ بفرض اليو تساوي تان الاكس على 2، الدي اكس راح تطلع 2 على 1 زائد اليو تربيع دي يو، الساين الاكس هي 2 يو على 1 زائد اليو تربيع، كوساين الاكس هي عباره عن 1 ناقص اليو تربيع على 1 زائد اليو تربيع. طيب هلا في بعض الاوقات ما بسالني عنها كتكامل، بحكي لي للتان الاكس على 2 تساوي عدد، ماشي؟ يعني زي كانه استبدل اليو بعدد. هون مثلا استبدل اليو بايش؟ بالاربعه. فايند ساين 3 اكس كوساين 2 اكس، بدنا نوجد ساين 3 اكس كوساين 2 اكس. هلا نحن حسب القاعده عندي ساين الاكس، فانه بدا مشان اطلع ساين الاكس بستبدل اليو بالقيمه اللي اعطاني اياها اللي هي 4، وعندي كوساين الاكس برضه بستبدل اليو اللي اعطاني اياها بالاربعه. هون استبدلنا اليو بالاربعه، طلع معي الساين 8 على 17 والكوساين 15 على 17. الان هو معطيني ساين 3 اكس، فراح افك ساين 3 اكس لاخليها بدلاله ساين الاكس وكوساين الاكس. ساين الثلاثة اكس هي عبارة عن ساين الاكس زائد اثنين اكس. ساين هلا هاي شو فكتها؟ ساين اكس كوساين اثنين اكس زائد كوساين اكس ساين اثنين اكس. هلا كوساين اثنين اكس نفس الشيء، بفكها كوساين تربيع ناقص ساين تربيع، وساين اثنين اكس بكتبها اثنين ساين اكس كوساين اكس. لاحظ صارت ساين الثلاثة اكس كلها بدلالة ساين الاكس وكوساين الاكس. الان بعوض القيمة اللي طلعت معي اللي هي مكان الساين 8 على 17 ومكان الكوساين 15 على 17، بنعوضها وبنوجد القيمة. هلا try to find cosine 2x، cosine 2x احنا على فكرة اوجدناها داخل الحل، هيها بهذا المقدار هي cosine 2x. اوكي، اذا بعض الاوقات ما بطلب مني اياها كحل، وانما بيعطيني تان الاكس على 2 تساوي عدد، فبيطلب مني اوجد ساين وكوساين، فمشان هيك في انه استبدل اليو بعدد. اوكي، الان نشوف الامثله. كالكوليت تكامل دي اكس على 1 زائد كوساين اكس ناقص ساين اكس. هلا قد من الممكن انه هذا المثال انه احله باستخدام متطابقات، صح؟ بصير احله باستخدام متطابقات ان امكن، لكن انا ما بدي احله باستخدام المتطابقات، بدي احله بطريقه الفرض، بطريقه الراشوناليزنج، اني احوله لراشونال فانكشن.
زي ما حكينا ممكن انه بقدر احله باستخدام الفرض، وممكن انه انا ما بقدر احله باستخدام باستخدام المتطابقات، وممكن انه انا ما بقدر احله باستخدام المتطابقات. فهاي الطريقه هي دائما راح تزبط معي. مشان هيك اليو تساوي تان الاكس على 2، حكينا الدي اكس راح تطلع 2 على 1 زائد اليو تربيع دي يو، ساين الاكس تساوي 2 يو على 1 زائد اليو تربيع، كوساين الاكس طلعت معنا 1 ناقص يو تربيع على 1 زائد يو تربيع. انا هذول اللي بهمني في التكامل. هلا 1 على واحد الكوساين هاي كتبناها، واحد ناقص يو تربيع على واحد زائد يو تربيع. الساين اللي هي كتبناها اثنين يو على واحد زائد اليو تربيع، مضروبة في الدي اكس، استبدلنا الدي اكس باثنين على واحد زائد يو تربيع ديو. لما نوحد مقامات الواحد رح نحطها واحد زائد يو تربيع على واحد زائد يو تربيع، فرح تصير واحد زائد يو تربيع زائد واحد ناقص يو تربيع ناقص اثنين يو على واحد زائد يو تربيع، لكن مقام المقام بصير بسط، فهيها رفعناها الواحد زائد يو تربيع للأعلى. هلأ واحد زائد يو تربيع مع واحد زائد يو تربيع بواحد، هلأ اليو تربيع مع اليو تربيع لاحظوا هنا راحوا، صفى عندي اثنين على اثنين ناقص اثنين يو. هلأ هاي شو تكاملها؟ تكاملها سالب لأن الواحد ناقص اليو، اللي هي بنستبدل اليو نرجعها لأصلها اللي هي تان الإكس على اثنين. أوكي، مثال آخر تكامل 1 على 2 زائد كوساين الاكس دي اكس. هلا هاي شلون بدي اكاملها؟ نفس الشيء بدي اخذ اليو تاني الاكس على 2، الدي اكس 2 على 1 زائد يو تربيع دي يو، ساين الاكس 2 يو على 1 زائد يو تربيع، كوساين الاكس 1 ناقص يو تربيع على 1 زائد يو تربيع. احنا بدنا الكوساين، في 1 على 2 زائد هاي استبدلنا الكوساين، في الدي يو الدي اكس استبدلناها ب 2 على 1 زائد يو تربيع دي يو. نوحد مقامات، نوحد المقامات هاي نضربها في واحد زائد يو تربيع ونقسم عليها. هلأ مقام المقام رح يطلع لفوق، بتصير واحد زائد يو تربيع مع الواحد زائد يو تربيع راحوا. هلأ نرتب اثنين زائد اثنين يو تربيع زائد واحد ناقص يو تربيع، والاثنين الموجودة بالبسط هيا اثنين وواحد ثلاث، اثنين يو تربيع ناقص يو تربيع رح تعطيني يو تربيع. هلا هاي عبارة عن تان انفرس لمين؟ طبعا اثنين طلعها برا، تان انفرس لواحد على جذر الثلاث، واحد على الاي واحد على جذر الثلاث، تان انفرس لليو على الاي اللي هي جذر الثلاث زائد سي. هلا نرجع اليو لأصلها، شو هي اليو؟ تان الاكس على اثنين، فاذا صار اثنين على جذر الثلاث تان انفرس لتان الاكس على اثنين على جذر الثلاث زائد السي. بدنا نحاول نحل الاكسرسايزز الموجودين معناهم.